و5 جويلية تعرض لأعمال تخريبية، إضرام النار في المدرجات، تكسير الكراسي ورمي الكاميرا من على المدرجات. هذه الأشخاص عادة ما يستفيد، يعني يستفيدوا يعني الجماهير عندما الخروج، أي كما نقول هنا من ملاعب وتقصير معدة الدولة من كاميرات المصبة أو اعتداء على سيارات الأمن أو حتى اعتداء على مثلا في 5 جويلية شفنا ظاهرة في لقاءات أنه تقصير المقاعد، هذا يعتبر تخريب ملك عمومي ويعاقب عليه القانون، بالتالي يعاقب عليه القانون ولا يسمح. مع تطور هذه الأشياء المديرية العامة للمواطنين سخرت كافة الوسائل، منها نصب الكاميرات على مستوى كافة المنشآت العمومية.